سيادة الوزيرة دكتور أشرف، دكتور أشرف لو سمحت، الشباب دول اللي خدوا قرار ان هم يلعبوا ببلد تانية انا ما بزيدش عليهم، بس ده كلام غير مقبول، لازم تاخدوا قرار ولازم تطلعوا بيانات، لازم ان الشباب دول يبقوا عبرة لأي حد ياخد قرار يلعب باسم بلد تانية عشان ظروف بلده وحشة، ان هم يبقى في اي قرار من الدولة ومن البلد واستغلوا السياسة، ما الحكومة والسياسة بتتدخل في الرياضة ده طبيعي، استغلوهم، اعملوا عليهم عقوبات، اعملوا عليهم عقوبات واعملوا اتصالاتكم بالاتحاد الدولي للسكواش وحاولوا تعملوا عليهم عقوبات وغيروا القانون ده. ما ينفعش ابدا يبقى واحد امبارح بيلعب باسم بلد ويقول لك اصل انا ناقصني سنتين ثلاثه وبتاع، ايه ده وايه الاعلام والمواقع اللي بيتغنوا بانجازات محمد الشرباجي ان هو كسب بطوله كذا وبتاع، امنعوا، اعملوا بلوك للكلام ده، خلوا عندكم ذكاء، ما تخلوش الشباب دول يبقوا قدوه للولاد الصغيره ان هو اول لما يتزنق او يتعرض لحاجه اصل الدكتور ما عالجنيش، اصل مش عارف ايه، هروح العب باسم بلد تانية. يعني لازم حتى الاعلام والمواقع ويبقى في مراجعه للكلام ده، ارجوكوا، ما ينفعش تشجعوا الشباب ان هم عادي كده لو رحت لعبت باسم بلد تانية، طب ما فلان اهو بيتصيط واخباره بتتنقل وبتاع، مش عايزين نسمع حاجه عنه خالص، خلوا الديلي ميل والجارديان وبتاع يكتبوا عنهم هنيئا لك، خليك قاعد في انجلترا، بريستول، برمنجهام، ايا كان انت موجود فين، واهتموا بالشباب بتوعنا والولاد اللي هم اختاروا ان هم يلعبوا باسم مصر، ابطال العالم اهو، حافظوا عليهم علي فرج ومصطفى عسل، وحافظوا عليهم وادوهم اهتمام احسن ما انتوا بتدوا اهتمام للشباب اللي خدوا قرار ان هم يلعبوا باسم بلد تانية. خلي عندكم ذكاء بقى، يعني فكروا، اي بلد في الدنيا يحصل معاها كده هتاخد قرار، لازم احنا كمان نبقى اصحاب قرار، ولازم يبقى ان الشباب دول يتاخدوا اكزامبل ومثل لاي حد يفكر انه يلعب باسم بلد تانية. على فكرة كل الناس، ناس كتيرة جدا اتعرض عليها انها تلعب باسم بلد تانية، لكن الناس عارفين ان هم اتولدوا في البلد دي وهيموتوا في البلد دي، ولو ما ماتوش في البلد دي هيدفنوا في البلد دي. ادوا اهتمام للناس دي، تدوش اهتمام لناس تانية خدت قرار انها تلعب باسم بلد تانية. وتاني انا ما بزيدش على حد، لكن في حاجات مش محتاج كلام، ده راجل ناس خدت قرار تلعب باسم بلد تانية، تبقى عايشه حياتها كده عادي ايزي، ان مفيش مشكله عادي، انا خدت قرار ان العب باسم انجلترا واصل انا عندي ظروف هنا، اصل انا عايش اخر سنتين وثلاثه، انت اخترت بره، اخترت طريق غير طريق مصر، خليك بره مصر، مش عايزين نسمع عنك حاجه، ولو طولتوا ان انتوا تمنعوهم ان هم يلعبوا على اي بطوله داخل مصر اعملوا كده وحاربوهم، انا بقول لكم حاربوهم، لازم يبقوا مثل للشباب الصغار، انا مش سهل ان انت تتخلى عن ايه، عن اللعب بمنتخب مصر وتلعب باسم بلد تانية. وتاني انا عمري في حياتي ما زيت على وطنيه حد، ولا حد متدين بيصلي ما يصليش بتاع، مش مدرستي ولا اسلوبي ولا اللي انا اتربيت عليه، لكن اللي بيحصل في السكواش لازم يبقى لينا قرار ويبقى لينا حل، ولازم سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي ده، دي المواقف اللي التاريخ بيفتكرها لك، لازم تتدخل ولازم يبقى عندك قرار وتضرب مثل بالشباب دول لاي حد يفكر انه يلعب باسم بلد تانية عشان عنده شويه مشاكل في مصر في التحضير بتاع، مفيش حد فينا لعب لمصر الا معانا، كلنا عانينا من اللعب، عانينا كتير جدا، منتخب مصر ما كانش بيبعت لنا تذاكر، وكانوا ما كل عمرنا ما تاخرنا عن المنتخب، وعمرنا ما خدنا جنيه من منتخب تذاكر ولا بتاع، طول عمرنا لما منتخب مصر بيشاور لنا بنبقى موجودين. ايه اللي حصل؟ ونتمنى ونحلم ان احنا نبقى موجودين، اقسم بالله انا اول مره ابعت لي الفاكس بتاع منتخب مصر كابتن جوهري وانا عيل صغير ما نمتش، مش مصدق ان انا هلبس فانيله منتخب مصر والعب جنب النجوم الكبار حسام وابراهيم وحازم ورمزي واحمد حسن ونادر السيد واللعيبه الكبار دول، مش مصدق ان انا هلعب في وسطهم. فاحنا يا جماعه ما بزيدش على حد، لكن اللي بيحصل في الاسكواش غير مقبول، ولازم نشوف تاني عشان ما اخدش الكلام من ناحيه واحده، لو عندنا مشاكل لازم نحلها
وبرضه ده مش عذر للشباب دول. ايه المشاكل؟ ايه المشاكل؟ عندك مشكله اصل يا عم استحمل. انت اصلا المفروض قوتك ان انت جاي من مصر وبقيت بطل من مصر وان انت حاربت من مصر. هو ايه قوه صلاح يعني؟ ممكن اقول لكم حاجه؟ ليه البراندز العالميه بتدفع لصلاح ملايين ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه علشان يبقى هو الفيس بتاعهم؟ عارفين ايه؟ ان هو جاي من مصر، جاي من رحم المعاناة، عانى وحارب وكافح ومشي ضد السيستم وضد النظام عشان يبقى واحد من احسن اللعيبة في العالم. دي قوته. عشان كده البراندز الكبيرة الدولية بتروح له. بتروح له ليه؟ عشان هو جاي من سويسرا، ما خلاص قصة عادية. لو جاي من لو جاي من المانيا قصة عادية. انما هو قوته ان هو خرج من رحم المعاناة. احنا ما عندناش نظام كرة في مصر يطلع لعيبة كل سنة وسنة، ما عندناش. احنا بنطلع لعيبة شطاني كل 10-15 سنة، منهم صلاح. وهي دي قوته، هي دي اللي بتخلي البراندز والشركات تجري وراه وتدفع له، لانه خرج من قرية بسيطة في مصر وكافح عشان يبقى لعيب دولي ونجم دولي العالم كله بيتغنى بيه.